بكم عزيزاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد دائما في قناتكم فضاء صفاء. الفيديو ديال اليوم شفتكم واحد الاحتفال هنايا في واحد المركز اللي هو مركز تابع للاعمال الاجتماعيه في مدينه بنزرت، اللي هو كلوب او منتزه فيه مسبح فيه عده مرافق. اليوم مناسبه اقتراب حلول ليله القدر، فهما دايرين حفله للاطفال، يعني غيلبسوهم غادي يحتفلوهم والعائلات حاضرين هنايا. غادي نصور عليكم غدا مباشره، نصور لكم بعض المشاهد من هذا الحفل البهيج من مدينتي مكناس. كيف ما تتشوفوا كانت هذه هي المكان المخصص للوليدات باش تيلبسوا. قدامو كاين فرق فولكلوريه متنوعه، وايضا كاين العماريه او الهودج اللي هو تيكون خاص بالعروس المغربيه ومن اهم ركائز العرس المغربي، فتحتفلوا به بالبنيات اللي طبعا تيكونوا اول رمضان غادي يصوموه، فتحتفلوا به. وتتكون هذه الاحتفالات غالبا في العشر الاواخر من رمضان وفي ليله القدر. كيف تشوفوا ايضا كاين العائلات اللي جات تحضر، كلها موجوده هنايا. كانوا هاد المواعيد حدا المسبح، فكان منظر جميل، زماكينا والاضواء، فكان كل شيء جميل. هذا حمودي، كانوا الوليدات تيلبسوا. ايضا تاين لبست الوليدات باش يحسوا بهاد الاجواء. وهزيتهم حتى هما في العمارية المغربية باش يتعرفوا حتى هما على هاد الأجواء وعلى هاد التقاليد اللي حلينا عينينا عليها، وحتى حنا كبرنا كان والدينا تيحتفلوا بنا بهاد الشكل هذا. وهنا كاين هاد المكان فين تيلعبوا الوليدات، بارك ديال الأطفال، فكيف ما تتشوفوا المكان محروس والصور ديالو عاليين، واهم شيء انه عائلي، يعني تيكونوا فيه فقط العائلات. فاللي مازال ايضا ما زاروش يمكن يزوروا ويشترك فيه، لان الاشتراك فيه سنوي. ومن بعد غادرنا ومشينا المكان اخر اللي تاهو مكان تاريخي في مدينه مكناس، اللي هو ساحه الهديم. هنا في اليوم الموالي هذه في نهار 27، فبدلنا جينا نشوفوا عاود الاجواء هنايا في ساحه الهديم. كي تشوفوا حدا باب منصور العلش التاريخي، وايضا كانوا هنا بزاف ديال هاد الخيام وتيلبسوا البنيات والوليدات. وكي تشوفوا يعني ما بغيتش نهضر بزاف، الصوره غنيه عن التعريف، يعني كاين رواج، كاين حركيه، كاين ناس غاديين جايين، يعني فرق كبير بطبيعه الحال بين هاد الايام خارج ارض الوطن وبين هاد الايام داخل ارض الوطن. فتتكون فعلا مظاهر البهجه، مظاهر العيد، تخرج للشارع تتحس راه كاينه واحد الحركيه ماشي عاديه. تفرجنا لان كيف شفتوا سبق لي لبست الوليدات، فهنا هي تفرجنا ما لبستهمش، خليتهم يلعبوا شويه هنايا واستمتعنا صراحه وبدلنا الجو بزاف. وطبعا تلبسهم دائما اللبس التقليدي باش حتى هما يبداو يتعودوا على اللبس التقليدي ديالنا ويولفوه، ما يجيش واحد الوقت معين او في واحد العمر محدد وما يبغيوش يلبسوه،
فإذا كانوا من صغرهم مولفين به فأكيد غادي يكبروا متشبعين بهذا الثقافة ديالنا وبهذا التقاليد ديالنا اللي خصنا نبقاو متشبتين بها بطبيعة الحال فين ما كنا وفين ما عشنا. هذا باب من صور العلج، ان شاء الله مازال ندير لكم واحد جوله فقط في المآثر التاريخيه مدينه مكناس ونتكلموا عليهم. هنا هذه للعوده، هذا التقاوس، باب عيسي، ودابا حنا تنغادروا باش نمشيو للدار. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، تكونوا شاركتوا معايا هذه المظاهر ديال الاحتفال اللي تطبع التقاليد المغربية ديالنا خصوصا في ليلة القدر بالأطفال، باش تنعودهم أن هذه الليلة ليلة عظيمة عندنا كمسلمين. ولا كنتوا أول مرة تزوروا القناة طبعا ما ننساش نوصيكم تدخلوا وتشتركوا في القناة بالضغط على هذا الزر الأحمر اللي يكون مكتوب عليه سبسكرايب أبوني أو اشتراك، ومن بعد تضغطوا على هذا الجرس، هكذا غادي تفعلوا خاصية التوصل بكل جديد وغيوصلكم كل الفيديوهات. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو مقبل.